جزاكم الله خيرا أخت أخرى سائلة رمزت لاسمها بفاء فاء فاء تقول سؤالي فضيلة الشيخ عن الحيض، تقول بأنها إذا أتاها موعد الحيض وسبق ذلك آلام في بطنها ثم كدرة، هذه الكدرة تبدأ مثلا من الفجر حتى الليل ثم بعد ذلك ينزل الدم الطبيعي، تقول هل أصلي فترة الكدرة أم لا، علما بأنني لا أستعمل حبوب مانع الحمل مأجورين؟ الكدرة المتصلة بالحيض أو في أثناء الحيض، الكدرة المتصلة بالحيض قبله أو بعده، أو الكدرة التي في أثناء الحيض، كلها من الحيض، كلها من الحيض، فلا تصلي وقت الكدرة ما دامت أنها مرتبطة بالحيض فإنها منه وهي بدايته فلا تصلي فيها. نعم.